بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم اهي مرة هناك قال طاسين بس، ومرة قال هنا ايه طاسين ميم ثلاثة، ومرة يقول حرف واحد طاف، مرة يقول نون، مرة يقول مثلا كم حرف ميم عين سين قاف وحاميم بس وألف لام ميم وألف لام ميم را وألف مرة مرة واحدة ومرة اثنين ومرة ثلاثة ومرة أربعة. كل حاجة لها مفتاح، بس احنا لسه ما فتحش علينا علشان نعرف هذه الأشياء. نعم، وعمالين بس بنهابي بنشابي كده عشان نعرف حاجة منها. هذا احنا قلنا اللي نقال طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين. يعني اللي هيجي في السورة دي آيات من الكتاب الايه المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نبأ موسى وفرعون، وعمل السورة دي لموسى وفرعون وما جابش حد إلا قارون، والسورة التانية جاب فيها مواكب أنبياء. أم قال لك ما هي أصل المسألة دي متعرضة للقمة. إيه القمة؟ قال لك لمدعي ألوهية، لمدعي، ودي مسألة القمة بقى. فعملناها سورة وسمعها سورة الإيه؟ القصص. هو ده القصص يعني. نتلو عليك من نبأ موسى، ولذلك مش من قال من خبر أو من أمر، قال إيه؟ ونقول من النبأ خبر مهم، وفي أهم من إن موسى جاي عشان يرد واحد عن الدعاء الألوهية. دي مسألة مهمة كمان. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون، وإذا نحن تلونا فنتلو عليك بالحق، ولذلك حول القصص الحق، وسميه قصص. ليه؟ لأن القصص من قص الأثر. قص الأثر كانوا زمان يتتبعوا الأقدام، حاجة حصلت يوم يمشي يشوف القدم ضل على فين، ويعرف إن كان قدم عين، إن كان قدم امرأة، إن كان القدم بتاعه فيه فلوت فوت، إن كان يعرفه. ولذلك أظن القصة بتاعت الجمل اللي شرط من الراجل، وبعدين واحد قبله قال له يا شيخ انت بتدور عليه، قال له بدور على الجمل بتاعك، قال له يا شيخ هو الجمل بتاعك ده ابتر الذنب، قال له اه، قال له بيزك برجله اعرق شويه، قال له اه، قال له وعور، قال له اه، قال جاب اوصاف كلها، قال له بس انت اللي مسكه وراح قضاه، قال ده هو ده اللي خد الجمل وهو اللي عارف مش عارف. طب قال له الاهل بيقول له طيب انت ما عرفت استفدت منين؟ قال والله انا ماشي لقيت الجمل لما يجي يخرج فضلاته تتبعتر في الطريق، لانه له ذنب، تنزل دي تروح كده ودي تروح كده، فما دام نزل كده حته واحده يبقى مالوش ذنب يضيع. قال له الله، طب وعرفت ليه انه في حرك شويه؟ قام قال لي انني لقيت له قدم بيدك في الرمل كتير وقدم شويه. قال له طب عرفت اعور ازاي؟ قال له والله لو كان مفتح كان ياكل من الناحيتين، انما ده سايب الخضره هنا وعمال ما فيش اللي ياكل من هنا. اهو ده قص الاصل. قص الايه؟ لما بنقول نحن نقص يعني بنقول لك حاجه هي الواقع، ما بنمشيش لا كده ولا كده. احنا خدنا القصص بقى ودبنا فيه خيال بقى، نقول له لا ما هوش قصص ده بقى. يبقى القصص ايه؟ ولذلك بيسميه احسن القصص، لانه ايه؟ تبكى اللي حصل. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون تلاوة بالحق لقوم يؤمنون. امسك القدر. قال إن فرعون علا في الأرض. إن فرعون معنى على إيه؟ استعلى،
يبقى ما دام استعلى يبقى فيه مستعلن عليه، على عمين، على رعيته ومش الرعية المطلقة، وعلى الناس اللي هم تحت فوق الرعية وزراء ومش عارف ايه. ومش كده بس، ده على حتى على الله وأراد أن يكون إلها. شباب بقى والطغيان قد ايه. إن فرعون على، يبقى طاغي ومتكبر، ومدام عنده الصفات دي وهو بشر وله هوى يبقى هيستخدمها في ايه؟ في إذلال رعيته. إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا. المفروض في المملك إن الرعية كلها تبقى إيه؟ سواء، ما فيش طبقة تاخد عزوة عن طبقة أخرى. هو جعلها شيعة، ومعنى شيعة جمع شيعة، والشيعة تبقى طائفة لها استقلالها الخاص. هو عملهم شيعة وسلط شيعة على إيه؟ على شيعة. طب وإيه السبب في إنه هو خلى طائفة تستعبد طائفة أخرى؟ قال لك لأن بني إسرائيل كانوا في خدمة المستعمر الذي أزاح حكم الفراعنة وعمل ملك، فابتدأ اضطهاد فرعون لمين؟ لبني إسرائيل. ليه؟ لأن بني إسرائيل هم اللي كانوا يخدموا مين؟ ملوك الرعاة. تجد بقى إعجاز القرآن أنه حينما تكلم عن ملوك مصر في القديم وفي الحديث سموهم فراعين، فرعون فرعون فرعون. الآية اللي كنا بنقراها وفرعون إيه؟ ذي الأوتاد. الله. وهنا ميام وسأل عليه فرعون. في قصة يوسف ما جاتش سيرة للفراعنة، وقال الملك، كلمة فرعون ما جاتش. ودي من إعجازات القرآن، لأن في أيام يوسف كان اللي حاكم مصر مين؟ ملوك الرعاة. قبله وبعده كان الفراعنة. ولذلك قال الملك ائتوني به استخلصه ايه؟ لنفسي. ولما كلمه قال انك اليوم لدينا ايه؟ مكين ايه؟ والرؤيا اللي قالها الايه؟ رآها الملك، كلها الملك ملك ملك ملك، ما فيش فرعون ابدا. يبقى ده من اعجازات القرآن ولا لا؟ مين اللي قال لمحمد على الحكايه دي؟ ربنا اللي قال. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، استبدت شيعة من شيعه بشيعة أخرى. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، ساعة ما تشوف أنه عمل شيع تنفي أن يكون إلها، لأن إله تبقى المألوهين كلهم بالنسبة له واحد، إنما دي بين جماعة على جماعة يبقى ما هوش إله، ما هوش إله ده، لأنه كان المفروض فيه إيه؟ يبقى الكل إيه؟ الكل كل بالنسبة له. ولذلك حتى في النبوات الحق يقول في كتابه العزيز إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ليه؟ لأن ما دام شيع نقولهم انتوا كام يا اخوي، وهو الدين كام؟ ده الدين امر واحد، لو كنتوا متمسكين بالدين كانت تبقى ايه؟ شعوة. انما كل واحد عايز سلطة، سلطة زمنية، كل واحد عايز ايه؟ سلطة زمنية. ساعة ما تلاقي جماعة اختلف 20 جماعة ومش عارف، قول له بس انتوا كلكم عايزين. ليه؟ قال لك لأن الإسلام كما قلنا سابقا كالماء، لا لون له ولا طعم ولا رائحة، والكل محتاج إليه، فحين تلونه بلون يبقى شربات بقى، أنت بتحب المانجا وده بيحب الفراولة وده على كيفك. ما ينفعش أبدا، ما دام بقى له ألوان ما فيش كده،
ولذلك لما سيدنا قال ان الامه هتختلف على كذا طائفه قالوا طب ايه اللي كويس؟ قال ما علي ان كانوا ما انا عليه واصحابي والباقي يبقى مش بيبقى واحده بس. يبقى بينفي ان تكون ايه؟ شيع. الجمعيات اللي بيقولوا عليها مثلا نقول طب الحق مع من نتبع مين؟ نفسنا نتبع واحده منكم، نتبع مين؟ ما دام فرقوا دينهم وكانوا شيعا يبقى ايه؟ لست منهم في شيء. ما شاء الله. ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم اللي هي من بقى اليهود عشان يخلص منهم مناصرتهم لمين؟ للمستعمر اللي هم ملوك الايه؟ ملوك الرعاة. طيب الاستضعاف تفصيله ايه؟ قال يا سيدي يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. احنا قلنا الافساد تاتي الى صالح بذاته فتفسده. بقى يبقى يكون يقتل الذكران ويستحيي النساء لفساد. ليه؟ قال لك لان معنى ذلك لو استقل يبقى في حاجه اسمها استبقاء الحياه وفي حاجه اسمها استبقاء النوع. لما يعمل العمليه دي يبقى ايه؟ بيعمل في ايه؟ استبقاء النوع. طب وبياخد الاولاد؟ قال لك لان هذول اللي يجي منهم ايه؟ الشر. انما النساء عايز انه يخدمهم ويستذلوهم ولا له الشوكه ولا اي حاجه يخلوهم. ساعة ما قال هنا في الآية يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، نجد القرآن شرح الحكاية دي بس شرحها في ثلاث آيات، آية كده وآية كده وآية كده. في البقرة يقول إيه؟ وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. طيب أدي آية. الآية الثانية برضو اللي بيقولها ربنا وإذ نجاكم دي تانية وإذ أنجاكم، مش كده يا الشيخ؟ في واحدة نجاكم إذا أسند الكلام لله، بتاع الأعراف نجاكم مش كده؟ وبعدين وإذ أنجاكم، اذكروا إذ أنجاكم من آل إيه؟ فرعون. برضو يسومونكم سوء العذاب وبرضو يذبحون إيه؟ ويستحيون نساءكم. الله، ولا يقتلون يقتلون إيه؟ خد بالك وياها بقى يقتلون. خلاص كده. في آية ثانية بس مش على لسان الله، حكاية من الله على لسان موسى، وهي بيقول لهم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم ليه عملوا فيكم ايه؟ انجاكم مش كده؟ من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم. الله، يبقى في نجاكم وفي انجاكم ودول من الله. لما تكلم الله على لسان الله قال يذبحون ابناءكم، ما قالش ويسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم، وفي آية ثانية يقتلون ايه؟ ابناءكم ويستحيون نساءكم. طب هنتكلم في ذبح القتل. الواو دي ما جاتش ليه في الكلام من الله؟ ولم تأتي الواو الا في الحديث الذي قاله موسى، لان موسى بيعدد عليهم النعم، فلما يعدد النعم يجي بشر يقول له واد انا مش جبت لك يا واد قلم وجبت لك كراسه وجبت لك بدله وجبت لك عجله وجبت لك مش عارف ايه، لما يكون بده يعدد ايه؟ كثره نعم. لكن بقى لما يجيب يكون اللي بيتكلم الاعلى ما يجيبش الحاجات الصغيره، ما يقولش انا جبت لك تفايه. فموسى حين تكلم عايز يضخم نعم ربنا، فجعل يسومونكم سوء العذاب ومعطوف عليها ايه؟ ويذبحون. لكن ربنا اللي بيتكلم،
فلا يمتن الا بالشيء الاصيل. سيب العذاب دي بلاش، انما المنه ان انا ايه نجيتكم من ان يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم. طب قال ليه يذبح وهنا يقتل؟ قال فآه يذبح، أم قال لك لأنه من الجائز أن تكون المسألة إزهاق الحياة له وسيلتين، يا ذبح يا خنق حاجة تانية، يبقى جاب ديا وجاب دي، ولازم يكون حصل كده وحصل إيه وحصل كده. يبقى إذن إذا عطف إنما كان على لسان مين؟ موسى. ومدام لسان موسى يبقى بده يكتر المسألة، هل يسومونكم سوء العذاب وإيه كمان ويذبحون. إنما ربنا بيمتن، ما يمتنش بالصغيرة، قال لك هنمتن بالشيء الايه الكبير. يبقى تذبيح الابناء واستحياء النساء هو نفسه سوم العذاب. سوم الايه؟ يصومونكم. ما هو السوم؟ يصوم يعني ايه؟ السوم ان تطلب الماشية المرعى ولا نودهاش احنا ليه، نسيبها كده في الخلع عماله تلقط رزقها هي. ولذلك يقول لك السائمه، سائمه يعني ايه؟ هي اللي بتقول تروح لايه؟ لرزقها. انما اللي احنا ربطنا وبنجيب لها احنا تبقى مش ايه؟ مش سائمه. يبقى يسومونكم يطلبون لكم سوء العذاب. وما دام بيطلبوا يبقى يتفننوا في سوء العذاب. يبقى كم ايه دلوقتي؟ يستضعف طائفه يذبح ابناءهم ويستحيي نساء. وبعدين قالوا اذ نجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساء، واذ نجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم ويستحيون ايه نساء. وموسى يقول انجاكم. انه كان من المفسدين ونريد ان نمن على الذين استضعفوا. طب ما دام بعت له رسول عشان يلو سلوكه بقى ويحسن الامور، مش يجي للمستضعف وياخد بايده؟ هو يجي المستضعف. لو ان اللي كان عامل قوي على المستضعف ما تأباش وانقاد كانوا يبقوا كلهم ويا بعض يعيشوا رعيه ويا بعض. والى لقاء اخر ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وقلنا أن الآية الثانية التي تعرضت للوحي إليها إنما جاءت وقت حدوث الحادث، لذلك ما لم يجئ فيها أرضعيه، لأن ده خلاص مدة الرضاعة انتهت. وبعدين قال فاقذفيه، والأم لا تقذف إنما تأخذ بحنان، ويقذفيه بس في التابوت، ويقذف التابوت في البحر، والعملية إيه دي؟ فليلقه اليم بالساحل. ما تخافيش ليه؟ سمعنا كلمة يلقيه بالساحل، قال لك لأن البحر عمقه دائما مكان للحيوانات المائية الضخمة، إنما الشاطئ عادة للإيه؟ للحاجات البسيطة. فيخاف عليه أن ظل في عمق أن تأتي له حوت ولا تأتي مش عارف إيه. انما في الساحل ما بيجيش على الساحل الا البلم، السمك الايه؟ السمك الصغير. وايضا ليكون قريبا من مرأى العين، لان الله يريد ان ينقذه من هنا ليدخل في حضانه من يربيه. فليلقيه اليم بالساحل. وفعلا كان كده، كان فرعون قاعد كده على شط البحر، وامراته اللي هي اسيا على شط البحر، وكان له بنت وحيدة قالوا أنها كانت مبروصة، يعني أصابها إيه؟ البرص. ورأت في الرؤيا إن شفائه حيكون على يد شيء يخرج من البحر تأخذ من ريقه وتدهن البرص يموت.
يروع. فلما اليم ألقاه بالساحل شافوا تابوت كده كويس ومش عارف ايه، فتحوا التابوت لقاه برضه منظم كده كويس، قاموا لقوا الايه الغلام. سيدنا موسى كان اسمر يعني ما فيش فيه الايه نضارة الجمال، وشعره مجعد ومناخيره كبيرة، يعني ما هوش مش مثلا صبي مربرب كده وشكله كده بحيث ان لما حد يشوفه ايه يفرح به. ولذلك هيقول له وألقيت عليك محبة، مش من ذاتك لأن أنت ذاتك ما كانش يؤلف فيه، إنما محبة مني أنا. ألقيت محبة لأن أنت لو كان كده مش حت فساعة ما أسيا ما شافته انبسطت بيه وانشرح صدرها له، قالت قرة عين لي ولك. هو بقى حكاية بقى، قال لا ليكي انما لي لا، ادي الحكايه اللي قال فيها سيدني والله لو قال وقره لي لهداه الله على يده كما هداه، هو رد الخير. اذن فيه رغبه من المراه ان يوجد، وهو قال لا ماليش. طب امال ايه اللي خلاك ترضى بقى؟ انت مش راضي وخايف وحياتك مش راضي ولا. البنت تدخلت قال ما يكونش هو ده اللي انا شفته في الرؤيا ان ناخد من ريقه كده. قامت ادت ايدها وخدت من ريقه وعملت كل ما تحط ريقه كده الجلد يرجع زي ما هو، فتشبست به ايضا. بقى ايه الولد اللي هي بنته والمراه الاثنين. يبقى اذا ضعف فرعون امام مين؟ امام امراته وامام ولده اللي هي البنت. خلاص ده بيدلنا على ان دي وسيلتين الحياه للسيطره على شهامه الرجال. ولذلك يطمئن الحق نفسه يقول ما اتخذ صاحبه ولا ولدا. يبقى اكن الصاحبه والولد هم اللي بيعملوا ايه؟ الابن رب الجبن، والصاحبه تقول له مش عارف ايه ما يقدرش عليه. الله. تبقى ولذلك يحكوا حكايه نكته من ابو نواس والخليفه الرشيد. واحد استشفع بابي نواس عند الخليفه ليقضي له امرا، فابو نواس كلم الخليفه ما اظهرش، قعد ينتظر انه يقضيها ما اظهرش، فخاف يقابل الرجل ويعتذر له ده مكان عند الرشيد ازاي ما يعملهاش الحكايه دي. قام الراجل قال له انا سالتمس وسيله اخرى، ودس على زبيده من يستشفع به. فقالت له خلاص طلبك مجاب. في ساعته الراجل اجيب الى طلبه. قام راح لابو نواس قال له خلاص المساله انتهت. قال له عملت ايه؟ قال له والله انا وسطت. ابو نواس حذف نفسه ان هو يكرم كلام الست وبتاع، انما حب يعملها في دعابه ما هو ما يقدرش على غضب الله. فقال له بقى انا اشفع عندك ما تقضيليش حاجتي، وحد تاني يستشفع عندك تقوم تقضي له الحاجه على طول. فما ردش عليه. قال له اسمع بقى، ليس الشفيع الذي ياتيك مؤتزرا لبس هدومه مثل الشفيع الذي ياتيك عريانا. اهدي بقى الصاحب وحكاية البنت ادي الولد. يبقى الاثنين دول وسائل ايه؟ وسائل الضغط على مراداته. قال الله ما اتخذ صاحبي، يطمنا يعني يقول انا ما عنديش لصاحبه، يعني ما عنديش مراكز قوة تضغط علي في اي حاجة وما ايه. نعم. هات بقى النتيجة ايه؟ فالتقطه آل فرعون بعد الحوار بقى والدوشة دي كلها. التقط ما هو ايه التقط يعني ايه؟ اللقطة او اللقط هو ان تجد شيئا انت بدون طلب الله، تمشي كده تلاقي حاجة. مش بيسموها اللقطة؟ مش انت بتدور على حاجة وجدت؟ ان تجد شيئا لم تطلبه. طيب اللقيط
انت كنت بتدور على عيال في الشارع ولا عند ابواب الجوامع ولا بتاع، ولا انت ماشي كده لقيته عمال بيعيط وبتاع؟ يبقى اللقطه هي ايه؟ تجد شيئا لم تطلبه، وهم ما طلبوش الحكايه دي فالتقطه الف زي اللقطه بعد الجدل اللي حصل ده. طب التقطوه ليه؟ نشوف. الست قالت قرة عين لي ولك، وبرضه عملت حيثيتين ان ما لناش اولاد ذكور، انت ولد عندنا مش عارف ايه، البنت لوحدها مش عارف ايه مكانه على الاول. اذا فعله الالتقاط انه يبقى ايه؟ قرة عين للست وصيدلية علاج للبنت، ويبقى ولد يسند البنت، يبقى اسمه عنده ذكر يعني تعيش في حياته. هذه علة الالتقاط. لكن هل علة الالتقاط ظلت ووجدت؟ لا، ده التقطوه مش عشان يبقى لا قرة عيون ولا علشان يجيب ولد ولا عشان، ده التقطوه ليكون لهم عدوا. طيب هي دي علة الالتقاط وجايبينه علشان يبقى عدو؟ أم قال لك دي اسمها مش لام الغاية ولا السببية، ده لام العاقبة، لام الايه؟ اسمها لام العاقبة، يعني كان يفكر العمل لشيء فجاءت العاقبة لشيء ايه؟ لا. وبده بيقول فالتقطه عدو عشان يبين لنا غبائهم وطمس بصيرتهم، لأن انت بتقول انك إله وبعدين نبهت لان ولد هيجي ايه؟ يقتلك ويموتك وذهاب ملكك على ايده، تبقى برضو تاخده برضو تسمع الكلام ده؟ كان الاصول بتعمل ايه بقى؟ والكهنه كذابين، مش قالوا ما قالولكش؟ طب ده هم بيقولك ده هيجي يذبحك، طب لما عملت كده ما يقولولكش يا شيخ انت عملت كده ليه؟ ده ممكن هو ده اللي هينفد ويعمل مش عارف ايه كده وكده. ما حصلش هذا برضو، خدها في اطار. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه عشان مراده ينفذ. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم، بقى هم التقطوه ليكون عدو، ده التقطوه ليكون قرة ايه؟ قرة عين، ويبقى ولد عندهم. اذا لكن الغاية انه سيكون ايه؟ سيكون عدوا. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. حزن يعني حزن، في الفاظ تأتي على المعنيين حزن وحزن وعدم وعود وسقم وسوق وبخل وبخل، يجوا على الوزنين الاثنين، يبقى حزنا يعني ايه؟ حزنا. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. لما خدوه وخاطئين ليه؟ لان ده ما يتناسبش مع المقدمات اللي يعرفوها. المقدمات اللي يعرفوها ان فيه وليد هيحصل منه كذا، ووجدوا الوليد مرمي في البحر في تابوت، بقى ما يفهموش لان اهله عايزين نجوا الواد ورموه كده ومش عارف، بدليل انهم تابوت كويس كده ومنظم ومهدي كويس والى اخره. قال لك غلطانين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، ورد عليها الرد إياه. معنى قرة عين يعني قرة؟ قال لك ساعة تسمع كلمة شوف اشتقاقاتها في اللغة ايه. القاف والريه بتلت بمعاني، من قرة في المكان يعني ثبت، يبقى قرة وقرور يعني ثبات، قرة عين يعني ثبات للعين. ومرة تيجي قرة بمعنى البرد مش كده؟ أوقد فإن الليل ليل إيه؟ قر والريح يا غلام ريح سر انجلبت ضيفا فأنت حر، يعني فيه برد. يبقى إذن المعنى حاجتين اتنين، نشوف المعنى اللي هي تقصده، اللي تقصده قرة عين دي على أي معنى يجي. نقول لك ما دام معناه الثبات والاستقرار في المكان، نشوف العين تستقر وتثبت في المكان ازاي.
قال لك ثباتها واستقرارها في مكان إما أن يكون ثبات معنوي وأما يكون ثبات حسي. طب إيه الثبات المعنوي يا سيدي؟ قال لك الثبات المعنوي أن تستقر العين عند الشيء ولا تتطلع إلى غيره. ولذلك يقول لك فلان ملوش تطلعات، يعني إيه؟ مكتفي بالإيه؟ بالله عنده. يبقى أكن العين وقف، ملوش بيتطلعش لحاجة تانية. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه، خليك هنا، خليك هنا. ولذلك أنت لما تكون ماشي ويا واحد، ولا الست ماشية ويا واحد، وبعدين جوزها اتلفت كده لقى حد حلو كده ماشي، تلويه كده تقول له خليك هنا، ولا أنت تجمده تقول له خليك هنا، يعني ما تمدش عين، ما تطلعش. الله. يبقى الثبات إن كان معنويا يعني معنى أن تكتفي وتقتنع بما أنت فيه ولا تتطلع عينك إلى شيء آخر، ده اسمه إيه؟ الثبات المعنوي. طب وفي ثبات حسي؟ أم قال لك آه في ثبات حسي، العين تثبت عند حاجة كده. قال لك إيه وتثبت عند حاجة ليه؟ قال لك لأن ما فيش أحلى من اللي قدامي دي في الكون كله، أنا قاعد عامل له كده. ولذلك يقول لك ده حسنه قيد النظر. حسنه ايه؟ سمرت عيني في القمر، سمر عينيه في ايه؟ في القمر، فنال مني من نظر، اللي شافني قال لي ايه مالك ما بتتبعي، يا ليت لائمي عذر، فحسنه قيد النظر، ما يقدرش يروح لهنا ولا هنا. يبقى اذن او تكون من ناحية البرد قرة عين، أم قال لك إيه؟ ولأنه لما كانوا يدعوا على واحد يقولوا أسخن الله عينك. شو معنى أسخن الله عينك؟ احنا كنا قلنا زمان إن الحرارة تميل دائما بطبيعتها إلى الاستطراق، يعني إذا كنت قاعد في أوضة ساعة وولعت فيها ولعة وسكت الأوضة، الحرارة بتاعت الولعة تدي البرد لإيه؟ الأوضة، والبرد يدي لمين؟ لحد ما إيه؟ ما يتعادلوا مع بعض. ساعة ما يتعادلوا مع بعض تلتفت تلاقي النار خلصت والأوضة دفيت قوي. إذن الحرارة إشعاعية وتستطرق في المكان، لكن حكمة ربنا تتجلى في خرق هذه القاعدة في الإنسان. الإنسان هو جلده على المغلف كده، حرارته العامة 37، إن نزل عن كده ولا زاد يبقى مش طبيعي، مش كده ولا إيه؟ 37. طب ده فيه أجهزة في الجسم ما تأديش مهمته إلا إذا كانت حرارتها 40، الكبد لازم تكون حرارته 40، العين ما تزيدش عن 9 لأنها لو زادت عن 9 تنصهر العين. ولذلك يقول لك إيه؟ أقر الله عينك، يعني إيه؟ خلها كده بردة كويسة، لأنه لما تسخن تضيع. ففيه في الودن لها حرارة، العين لها إيه؟ حرارة، الكبد له إيه؟ حرارة. طب ليه الجسم الواحد ده كله الحرارات دي كلها ما استطرقتش على بعضها وبقت حرارة واحدة؟ لا ربنا بقى، ده شغلة ربنا بقى، ويخلي كل حاجة محتفظة بحرارتها، ولا دي تدي دي ولا تدي دي على الأول. يبقى إذن إن كانت من قرة من القر وهو البرد، يعني أقر الله عينك أخلها ما تسخنش، وتسخنش لأن الواحد لما يزعل عينيه إيه؟ تسخن ووشه يحمر، تسخن بقى، دي أسخن الله. ولذلك المرأة العربية لما دخلت على الخليفة وقالت له أقر الله عينك وأتم عليك نعمته، بعد ما خرجت ودها اللي هي عايزاه، قالت والله ما فطنتم إلى ما تريد، أقر الله عينك سكنه وجمده وأتم عليك نعمتك لتزول، لأن عمر نعمة ما تتمش وتفضل. ولذلك نقول لك إن العيوب في بعض الكمالات ف
فسوخة أو تميمة. ليه؟ قال لك لأن الإنسان ابن الأغيار. الإنسان إيه؟ يعني ما يثبتش على حاله، يتغير، حدث. وما دام ابن أغيار وتمت له النعمة وهو ابن أغيار، يروح لفين بقى؟ لازم ينزل. هو ابن أغيار ووصل القمة، ولا له ثبات، ده ابن أغيار، يبقى هينزل ولا ما ينزلش؟ يبقى ينزل. ولذلك يقول لك إذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. الشاعر يقول، المتنبي بيقول الواحد، بيقول الممدوح بتاعه، يقول له شخص الأنام إلى كمالك، أنت كامل في كل حاجة، والأنام برق لك وحيحسدك وينشك عين، فاستعذ من شر أعينهم بعيب واحد. فاستعذ من شر أعينهم بإيه؟ بعيب واحد. يبقى إذن قرة عين إما أن تكون بالمعنى اللي هو العين تثبت عنده ما ديهاش تطلعات بعد كده، وإما أن تكون طيب. طب والحق سبحانه وتعالى يدينا الصورة دي في هنا في قرة عين، ويديها لنا في إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم إيه؟ إيه؟ هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم، بخل بالمساعدة. فإذا جاء الخوف رأيتهم إيه؟ ينظرون إليه، تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. يبقى عينه زي ما احنا نقول ده فلان ده عينه لايقه. ليه؟ يا إما من الخوف، يا إما من القلق، يا إما من الإيه؟ من الاضطراب. يبقى إذن ده ينافي السكون ولا لا؟ ينافي السكون. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ما عرفوش يقدروا المسائل ولا يستنبطوا ولا بالعقل ولا بالإيه ولا بالألوهية. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. أكنهم كانوا هموا بالقتل، وما دام هموا بالقتل برضو جاب في بالهم ان ده يكون برضو من الايه، من اللي هيجي هلاكهم على ايده. عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. لا يشعرون بكلمة ينفعنا ولا ما ينفعناش، يتخذوه ولد ولا هيبقى عدو لهم. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. الفؤاد الواحد له صدر، والصدر فيه قلب، والقلب فيه حتة في الفؤاد. القلب لا يسمى فؤادا إلا إذا كان فيه قضايا، هذه القضايا تحرك حركتك. طب أصبح فارغا يعني إيه؟ كلمة فارغ دي إحنا بنستعملها ما فيش فيه حاجة تنفع، ما فيش فيه قضية تضبط التصرف. ليه؟ قال لك إن كانت لا تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. تبدي به يعني إيه؟ يعني ساعة مثلا ما تشوفه لما هيرضعوها كده تقول لك يا ابني، وتسرقها عواطفها، خلاها كده ابنها يضيع عنها كده وبعدين تشوفه تبقى عواطفها ايه. القلب ما فيش يقول لك لا امكن شويه، لان ده احنا بنكيد للجماعه دول. فهي اصبح فؤادها فارغا من الشيء الذي يضبط الايه، يضبط التصرفات. احنا قلنا زمان ان الانسان حين يدرك شيئا يدركه بآلة ادراك، يا يسمعه يا يشوفه يا يشمه يا يلمسه يا يدوقه. يبقى اذا جاب واحده من دول يبقى ادرك ولا مش ادرك؟ قلنا على الورده، انت ماشي كده لقيت بستان وفيه ورده جميله، فبصيت للورده دي عجبتك، يبقى ساعه نظرت اليها يبقى ادركت. عجبتك يبقى استقر في نفسك وجدان من ناحيتها. تعمل ايه؟ عايز تقطفها؟ ده نزوع. اللي بيثبت النزوع اللي هتروح على البستان بتاع الرجل وتقطف الورده،
عندك قضية لك أصلا مش بتاعتك، يبقى إذا في القلب قضية ما تتعداش على الحاجة اللي مش لك. وإن كنت عايز وردة بأزرع وردة عندك ولو في قصرية، يبقى إذا أدركت ووجدت في نفسك إعجاب واستقرار وعايز تنزع عشان تملك، نقوم يقول لك لا مش بي. اللي خلاك ما تروحش تقطفها إيه؟ قضية في قلبك استقرة وإن ده مش بتاعتك، وصاحبها يمكن يعرض أو يقاضيك أو يعمل كذا أو يعمل كذا، إيه اللي منعك من هذا؟ يبقى أم موسى كان فؤادها من الناحية دي إيه؟ فارغ من القضية اللي إيه؟ اللي تخليها ترتع ولا تجيبش سيرة الولد ده خالص. إنما هي أم إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. إحنا ربطنا على قلبها. إذن الربط على القلب عشان تبقى عقيدة ما تطفوش. ولذلك هيقول في قصة أهل الكهف إيه؟ نحن نقص عليك إيه نبأهم إنهم فتية آمنوا بربهم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا إيه ربنا رب السماوات والأرض إلى آخره. إذن الربط على القلب معناها إيه؟ الاحتفاظ بلا القضايا التي تتدخل في النزوع، فإن كان لا يصح أن يفعل ما تفعلهاش، وإن كان يصح أن تفعل تبقى تفعله. هي فارغة من الحكاية دي. كلمة فارغ بقى، فارغ من إيه؟ من القضايا اللي هي بتضبط التصرف، قضايا الانضباط في التصرف. إحنا لما نيجي واحد يتكلم كلام يعني مش كلام هايف ملوش معنى، يقول يا شيخ سيبك منه ده كلام فارغ. معنى كلام فارغ يعني إيه؟ يعني مفيش فيه نفع. طيب ولا واحد يقول لك ده فلان بيقول كذا وكذا، يا شيخ ده عقله فارغ. فارغ يبقى ايه؟ يبقى مفيش حاجة تبقى فارغة ابدا، يا فيها حاجة يا لازم فيها هوا، الا ان تفرغها من الايه؟ من الهوا. بقى ربنا يقول ايه؟ وافئدتهم هواء، يعني ما عندهمش حاجة ابدا في الامر. وافئدتهم ايه؟ هواء. واحنا بقى في تعابيرنا العاميه يقول لك فلان هيعمل كذا وعارف. يا شيخ سيبك، هو ده واد عنده الهوى. حتى الهوى مش عنده، والهوى ده ايش معنى يعني الهوى؟ يعني قال لك ده اخر ما يمكن ان يتفاد منه، لان قوام حياه الانسان زي ما قلنا زمان ايه؟ الطعام والشراب والهوى. طب تصبر على الطعام قد ايه؟ اصبر يا اخويا من 3 أيام ل30 حسب الشحم اللي عندي. وتصبر على المية قد ايه؟ اقصاها 3 أيام على مقدار المائية اللي في عندك. طب وتصبر على الهواء قد ايه؟ ولا لحظة. يبقى الهواء ده اخر ايه حاجة؟ يقول لك ده ما عندوش الهواء، يعني لا عنده طعام ولا عنده شراب ولا حتى عنده الايه؟ ولا عنده الهواء. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون بالخيبة اللي جاية لهم. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت، يعني بلغ من فراغها إنها عايزة تقول ابنه ساعة ما تقول ده ابني هنا في الحتة دي، لتبدي به لولا أن ربطنا على إيه؟ على قلبها، لتكون من الايه؟ من المؤمنين. ايه يعني ربطنا على قلبها لتكون من الايه؟ لان الايمان بيمنعك عن الضار ويجيب لك النافع، وان كان الضار ده في شهوه عاجله لك، فانت صحيح الولد ومش عارف ايه ومشعوفه عليه، انما لو ابدتيه ياخدوه يقتلوه على طول. يبقى احنا مش عايزينك تعملي كده علشان ايه؟ عشان يفضل حي. طيب لكن قلبها زي ما احنا نقول، لكن قلبها ما طوعهاش، عملت ايه؟ وقالت لاخته قصيه. قصيه قصيه يعني تتبعي ذهابه رايح فين وهيعمل ايه. قصيه قامت ما قالش فقصته فبصرت به، بمجرد ما قالت لها قصيه بصرت. طب مش تستنى اقول فراحت تقص فبصرت،
بصرت به عن جنب، رأى وبصر، بصر برضو هي ايه؟ هي رأى، بس فيها عن الرؤية اكتر شوية. ايه يعني بصرت به عن جنب؟ قال لك شافته من غير ان يراها احد ان هي شافته. ولذلك حقيقي برضو آية في القرآن يقول ايه في السامري، ما خطبك يا سامري؟ قال ايه؟ بصرت بما لم يبصروا به. يبقى بصره هو شاف صحيح، انما بصره من غير ما حد يعرف انه شاف. وهي قالت قصيه، قالت لها قصيه بس، ما قالت لها شداري وخليش حد يشوفك بتاع. ادي بقى حكمة المرسل، اذا كنت في حاجة مرسلا فارسل حكيما ولا توسعي. مش البت مش عايزة انه يقول لها روح الى جنب كده. والى لقاء اخر ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالت أي أم موسى لأخته قصيه، قصيه يعني تتبعيه لتعرفي خبره ماذا فعل به وأين ذهب وإلى آخره. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب، ما قالش فذهبت البنت وقصته مش عارف وبصرت به عن جنب على طول. ليه؟ قال لك ده يدل على سرعة الامتثال للفعل، أكن برضو البنت متلهفة على العملية، ما استنتش لما تقول لك فذهبت فمش عارف. لا، وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب. جنب الناس بيفهم في تعالى جنبي يعني ايه قريب، لا تعالى جنبي يعني ما تبقاش واجه. ولذلك يجيب المقابل، والجار ذي القربى والجار الجنب، يبقى جنب يعني يبقى بعيد. لكنها لما راحت تقصه خلتها وضعت نفسها في مكان بعيد علشان ما حدش يفطن لها. ولذلك احنا نقول ايه؟ فلان تجنبني، فلان واخد جنب مني يعني بيبعد عني. يبقى الناس بتفهم بعض الكلمات على عكس ايه؟ على عكس مدلولها. وسيدنا ابراهيم قال واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، فاعدني واجتنبوا الرجس من الاوثان، مش كده؟ واجتنبوا قول الزور. يبقى اذا الاجتناب معناها الابتعاد مش معناها الايه. ولذلك يجي يقول لك ايه ده الخمر ما فيش فيها نص بالتحريم، بقول فاجتنبوه ده عظه. نقول له يا شيخ لو انت فهمت ده لعلمت أن اجتنبوه أقوى في التحريم من حرمت عليكم الخمر، لأنه لو قال حرمت عليكم الخمر خلاص نشرب ما نشربهاش، إنما اجتنبوه ولا تقعد في مجلس أحد. يبقى أقوى ولا مش أقوى؟ ولذلك قرنها جاب واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، يعني مش يعني ما شعروش، يبقى انها ايه شايفاه. هات بقى تمهيدات القدره وتمهيد الاقدار للاقدار. وحرمنا عليه المراضع، اوعى تقول زي ما حرم الله علينا كذا وكذا هو مكلف. يبقى حرمنا عليه المراه يعني منعناه منعا ان يقترب من امراه تاتي لترضعه، علشان هم يدوروا بقى يجيبوا له يقلبوا عليه
يمكن لما يقلبوا عليه تصادف انه تيجي. ولذلك هيمهد لها والبنت هي اللي تقول وحرمنا عليه المرض. والمراضع جمع مرضع، مرضع فيه مرضع وفيه مرضعة. الناس يفهموا انهم زي بعض، لا. اقرأ بقى اول صوت الحاج ايه، ان زلزلة الساعة يوم ترونها بالتهن. لكن هنا بيجمع مرضع. ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لك المرضع ما من شأنها ان ترضع، يعني في صدرها لبن، انما مرضعة يعني والا تزهل كل مرضعة عما ارضعت. بتزعل عن الولد اللي بقه فين، اللي بقه في انما هي لما تكون مرضع تبقى صالحة ان ترضع، انما مش بترضع دلوقتي. فالذهول عن اللي ما بترضعش ولا الذهول عن اللي بترضع؟ تزهل كل مرضعة. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت، ما فيش حد يروح للضمير دي الا البنت. فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فهمان كان قاعد سمع البنت، قال له ايه بقى، لازم انت عارفه الموضوع. قالت لا، ناصحون للملك مخلصون. لا طيب كويس، هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وفقوها لان معذورين، لان من الواد ما بيرضعش خالص. فرددناه الى امه، مش هو قال انا رده اليك، ادي حته هتبقى لسه ايه، وجاعلوه من المرسلين، بس ما يكبر بقى كل حاجه، كل حدث باوانه ووقته. فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن، مش قال ايه، ولتعلم بجزئيه بشرها الله بها فتحققت ان ما بشره الله بها سيتحقق كما تحقق جزء من البنت، بس ما يجي مع ذلك. ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق. يعني حين استقبلت ارضعيه واقذفيه ومش عارف ايه، احنا وفيناه انا ردوه اليك، نحن جبنا لك. فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن. كلمة فرددناه إلى أمه يدل على أن الأسباب في يد المسبب، إحنا اللي ردينا، مش البنت ولا فرعون، ده إحنا بنمشي الأمور زي ما إحنا عايزين ونحول بين المرء وقلبه. ولتعلم أن وعد الله حق في قوله أرضعيه فإذا خفت عليه وإن ردوه، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون أن وعد الله إيه، أن وعد الله حق. ولما بلغ أشده واستوى، بلغ أشد، الأشد القوة، وهي أن النمو بتاعه يبقى ما عادش لا يطول عن كده ولا هو بقى كده يقعد على كده، ودي بيعملوها في سن بين 18 وال 20. طب الاستوى ايه؟ قال لك ده مسألة بقى نضج عقل، نضج ايه؟ يبقى عايزين اشد وعايزين ايه؟ نضج عقل. ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة زي ابن الحواديت بقى، لسه كان طفل كده وبعدين دخل المدينة ومش عارف وعمل. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، في وقت القيلولة يعني. طب وإيه يعني ودخل المدينة على حين غفلة؟ كان مضطهدين بنو إسرائيل، وبقت بعض المدن يقولوا لهم ما تهوبوش ناحيتها اللي فيها كثافة من أعدائهم، فكان موسى من الضمن. إلا أن تمهيد القدر للقدر، موسى
عنا له أن يدخل مدينة منف. فقال هندخل إمتى؟ أنا عايز أدخل في غفلة من أهلها. وغفلة من أهلها إمتى؟ مش عايز أروح بالليل اللي هيضمن فيه الغفلة، إنما بالليل ما يهديش الطريق. قال أنا أروح في وقت القيلولة. وقت القيلولة يبقى الضوء إيه؟ وهم مأيلين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته يعني بني إسرائيل وهذا من عدو القبط. فاستغاثه، استغاث طلب الغوث، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، قال له أغثني من، فوكزه موسى، وكزه ضربه بجمع يديه يعني عمل زي الايه، فوكزه موسى، فجاء قدر القبط مع الوكزة، مش مات بالوكزة، مات عندها لا بها، مات عندها لا ايه، مش في ساعات واحد يموت وواحد ضربه ألم يقوم يجي أجل وساعة ضرب الألم يمسكوه له أنت اللي موتته، وبعدين التشريع يبين أنه مات لسبب آخر، يبقى جاء أجله معه. ولذلك يقول لك فلان أضل الحاجة، راح عمل لي كذا وكذا ودخل هناك عند وأضل المسألة، لا ما أضهاش، لا يقضى في الأرض حتى يقضى في السماء. بس ربنا عايز يكرم الواسطة بتاعته، فخلاه يروح يتوسط في الساعة اللي ربنا عايز يقضي، فيبقى قضى الله المصلحة معه لا به. فاستغاثه طلب غوثه الذي من شيعته يعني من الطائفة بتاعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه. لما قضى عليه طبعا ده هم بيستلقفوا لهم على جناية عشان يعملوا لهم ايه، ده من غير حاجة بيعذبوه. قال هذا من عمل الشيطان، انه عدو مضل مبين، يعني جايبني بس في الوقت ده علشان بس يغلصه. قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ساعة الإنسان ما يعمل ذنب ويعتقد أنه ذنب لا يكابر فيه ويقول أنا ظلمت نفسي، يعني حكمك حق يا رب بس أنا اللي ظلمت نفسي. إيه الفرق بين معصية آدم ومعصية إبليس؟ أهو ده عصي وهو ده عصي. اشمعنا ربنا قبل آدم ولا قبلش إبليس؟ قال لك لا، آدم أقر بأنه أذنب، ربنا ظلمنا أنفسنا أقر بأنه عمل عملية مش عارف، وإن لم تغفر لنا وترحم. لكن إبليس لا، علل رفض الأمر، قال أأسجد لمن خلقت طينا، أنا خير من، خلقتني من نار وخلقت، يبقى رد الحكم. يبقى الفرق بين معصية آدم ومعصية إبليس أن إبليس رد الحكم على الله، لكن آدم ما ردش الحكم، قال حكمك صح بس أنا ظلمت نفسي. ولذلك الناس اللي يفتوا في محرم ويحللوه نقول له يا شيخ ما تروحش لرد الحكم، لأن لما تروح لرد الحكم على الله تبقى إبليس، انما اقول الحكم صح بس ظروفي مش غادره. قال له تبقى مؤمن عاصي التوبه ولا المغفره ولا اي حاجه تاخدها، انما انت مصر تلقح نفسك على الكفر، لا قول له الحكم صح بس انا مش غادر على ايه، على نفسي. قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له انه هو الغفور الرحيم. الغفور الرحيم بقى يعني في الذنب وبعدين يغفر، قال لك ايوه، لان اذا اصاب الانسان غفله وصنع ذنبا
لو ربنا ما كانش فتح باب التوبة والمغفرة كان اللي يعمل ذنب واحد في حياته يفقد ويعمل كل ذنوبه لك خلاص المسألة معنا. إذن قبول التوبة مشروعية التوبة من الله والمغفرة عشان تعمل إيه؟ عشان تجعل لصاحب الذنب أمل في أنه ما انطردش من رحمة الله. لكن لو ما غفرش ولا قبلش توبته ماذا يحدث؟ خلاص الناس تشتهى بقى يبقى عنده سعار جريمة ما عادش يهمه. نعم هناك إيه؟ ثم تاب عليهم لإيه؟ ليتوبوا. تاب عليهم ليتوبوا بقى توبت عليهم قبل ما يتوبوا ولا هي المسألة تيجي إزاي؟ ده الواحد يتوب وبعدين ربنا إيه؟ يقبل توبته. قال لك لا ده تاب عليهم أي شرع لهم التوبة ليتوبوا بالفعل وهو يقبل التوبة فيتوب تاني. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي يعني بالمغفرة وعذرتني وتبت علي عهد الله لن أكون ظهيرا للمجرمين لن أكون معينا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب خايف ليمسكوه وخايف خائفا يترقب يترقب يعني يرقب انفعالات الناس اللي مقبلين عليه يشوفهم جاي منفعل عليه هياخده لأن بيقول لك يكاد المريب أن يقول إيه خذوني. ويفرض إن واحد عمل عملة وناس ما عملوش عملة وقاعدين كده في قهوة وبعدين شافوا مباحث ولا ضابط مباحث ولا عسكري داخل مين اللي بقى يتهم التانيين يبصوا ليه والولين ليه دول يا اخويا انما التاني اللي عمل عامل يعمل ايه يطلع يجري على طول. ادي معنى خائفا ايه يترقب. ولذلك عندنا في الريف يقول لك ايه اللي في راسه جرح ده تملي يحسس عليه كده بشوفه. فلن اكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس اللي هو من شيعته إسرائيلي زيه يستصرخه استصرخ يعني صرخ. احنا عندنا الصراخ انفعال استنجاد لتخلصك من مأزق مش معنى كده بيصرخ عليه ليه بتصرخ ليه. افرض ان واحد قاعد كده وبعدين شاف حريقه في البيت يعمل ايه يصرخ والستات تصوت معناها ايه استنجاد لايه لمن ينقذ. هناك ايه في قول الحق سبحانه وتعالى ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. مصرخكم يعني من اصرخه. واحنا قلنا امبارح ان في همزه اسمها همزه الازاله صرخ فلان يعني يستنجد بأحد مش كده فأصرخه فلان يعني أزال إيه أزال صراخه. طب أنا لا أزيل صراخكم ولن إيه تزيلوا صراخ ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. هو نفى إن ده يصرخ ده وده يصرخ ده إنما ما نفاش إنهم حيصرخهم يبقى حيصرخهم ولا مصرخ. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس طلب نصرته اللي هو من شيعته الإسرائيلي يستصرخه برضو النهاردة. قال له موسى إنك لغوي مبين برضو عايز تغويني عشان برضو أعمل العملية بتاعت ده أنا خايف من اللي عملته امبارح. إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما برضو حن لمين للي من شعرته وحب قال هيسيبه بقى يفتك بيه. الرجل أتاري عارف قال له حيلك أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. الله 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 أكنه تعرف إن هو اللي إيه
اللي هو اللي قتل، وما دام عرف ان هو اللي قتل هيتتبعوه ولازم هياخدوه. الله، اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس؟ ان تريد الا ان تكون جبارا، يعني مات ان معنى النفس، ما تريد الا ان تكون جبارا في الارض، وما تريد ان تكون من الايه، من المصلحين. امبارح قتلت واحد وعايز برضه تقتلني النهارده، ودخل في طيب الراجل بيقول له انت هتقتلني زي ما قتلت واحد بالامس، لسه ما قالش اننا بلغنا عنك ولا عنك. رجل الرجل المؤمن من آل فرعون جه من اخر البلاد وحصله، وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى، قال يا موسى ان الملأ ياتمرون بك ليقتلوك، فاخرج اني لك من الناصحين، اهرب يعني. فخرج منها برضو خائفا يترقب، قال ربي نجني من القوم الظالمين. ده بيضطهدون وبيعذبون من غير ما نعمل ذنب، فما بالك اذا ايه اديناهم فرصه وعملنا الذنب. ولما توجه تلقاء مدين، عايز يهرب من مصر خالص، توجه تلقاء أي جهة. طب هل هو كان يقصد مدين؟ ده هو بده يخرج من البلد فشاف الطريق كده أمشي فيه، الطريق نفسه رايح على مين؟ على مدين. أنا مدين أخوهم شوية بلد شوية. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. لو كانت مدين مقصودة له ما كانش يقول عسى ربي أن يهدي، يعني يبقى هو مشي للطريق اللي قدامه، شاف حتة كده مين لقى مشي. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم بعيد عنهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. قصة موجزة قد كده لكنها تبرمج مهمة المرأة ومهمة المجتمع والضرورة إمتى تتعمل. هو ورد ماء مدين، معنى ورد مش شرب، لا عند الماء كده، الورود ما يقتضيش الشرب، ولذلك دي اللي حلت لنا وإن منكم إلا واردها. كانوا بيقولوا واردها أنا حيدخل، يقول لا الورود الذهاب إلى إيه، وردنا ولم نشرب. الشعر قال كده، إحنا جينا عند العين، إنما شربنا ده موضوع تاني. يبقى إحنا وردنا على العين، شفنا العين. ولما ورد ماء مدين يعني البير اللي كانوا بيشربوا منه، وجد عليه أمة أي جماعة من الناس بيسقوا الايه الأنعام بتاعتهم المواشي، ونظر فوجد امرأتين تزودان. زاد الشيء يعني منعه أن يفعل كذا، يعني المشية بتاعتهم أو الغنم بتيجي ناحية المية هم يحشوا الايه الله. طب ده الانسان رايح علشان ايه؟ عشان يسقي. قال لهم ما خطبكم؟ ايه الحكاية اللي انتم بتعملوها دي؟ قالوا احنا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. فيه صدر يصدر وفيه اصدر يصدر. صدر هو بذاته، وورد هو بذاته، أصدر أرسل غيره، أرسل وأورد يبقى غيره. وجد عليه أمة من الناس يسقون مواشيه كلمسة، ووجد من دونهم امرأتين تزودان الماشية أن تذهب إلى هناك. قال ما خطبكما؟ طب ده الناس جايه هنا عشان تسقي. قالتا
لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني الرعاء يسيبوا الايه البير. يبقى الصدر ضد الورود، ولذلك احنا نقول ايه، احنا نقول ايه الصادر والوارد، بيصدر ويورد، يصدر يودي من هنا ويورد يجيب، مش كده ولا لا؟ فاللي بيروح للعين يبقى وارد العين عايز يجيب ميه، اللي جابها وراجع يبقى ايه صدر عنها. قال ما خطبكما، معنى خطبكما يعني مسألة عجيبة شوية، ايه اللي ما الخارجين تعملوا ايه، تحشوا الغنم ليه ما تشربش؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يصدر يعني يرجعوا، والرعاء جمع راعي، وأبونا شيخ كبير. كلمة لا نسقي حتى يصدر الرعاء ادت حكم، وأبونا شيخ كبير ادت حكم، فسقى لهما ادت حكم كده، يبقى كم حكم عندنا؟ ثلاثة. لا نسقي حتى يصدر الرعاء يعني هناك ضرورة أخرجتنا وجعلتنا نعمل العمل الذي ليس منوطا بالمرأة، لأن ده عمل منوط بالرعاء، إنما أبونا شيخ كبير. يبقى إذا خرجت المرأة عن مهمتها إلى مهمة الرجل، لأن الرجل عاجز ما يقدرش يا شيخ كبير. احنا أول ما رحنا السعودية في سنة 50، أول ما اختلطنا بالناس ركبت مع صديق عشان يوديني الكلية، فمررنا على بيت أم هو وقف العربية ونزل، فتلفتني لقيته رايح على باب البيت فيه طاق، انتوا عارفين الطاولة بتاع العجين بتاع زمان، طاولة عجين متغطية بحدة قماش، فخدها وحطها في السيارة. قلت له ايه دي؟ قال لي احنا عندنا اذا مشيت ولقيت طاولة عيش متغطية كده يبقى ده عجين، ورب البيت غائب، هو تحطه قدام الباب وتسكه، اي واحد يمشي يلاقيه ياخده يخبزه ويجيبه يحطه مطرحه. الله الله يفتح عليك يا استاذ، يفتح عليك. والى لقاء اخر ان شاء الله.